افتح عند 7. تحرك يا شيب. أوه نعم، أنت بطل حقيقي أليس كذلك؟ التعرف على السجين 117 شاب هيليكس. أيمكنك هزيمتي أيها الشرطي؟ ذهبت إلى أكثر الأماكن ظلاماً في الكون، أماكن تجعل مسامرك تضرب خوفاً، السراديب الأبدية في زوردون والسجن الحديدي في نوفاليس. تحياتي أيها السجين الجديد، أنا كابتن كوارك. أنا لا أصدق، أنت هنا؟ لقد عشت عمري أحلم أن تقبض علي. أخرج من هنا، أنا أحدثك يا زاد. نعم يا كابتن. أيها السجين الجديد، أعتقد أنك تابعت مؤامراتي التي لا تحصى. بالتأكيد تابعتها، أنت أشهر بطل خارق في المجرة. لم يعد مشهورا بعد الآن. الكلمات تجرح يا بيل. أنا معجب بك، حتى إنني طلبت شراء اللعبة المجسمة. ماذا تقول؟ والمبنية على الأحداث التي دارت معك أنت واللومباكس. أوه، تعني الفيلم المجسم؟ هو جيد بالفعل، لو أنك تحب رسومات الحاسوب. لا، أقصد اللعبة التي بالفيلم المجسم. انظر، هذه رسالة التأكيد، سيتم توصيلها إلي في السجن. صدرت لعبة مرتبطة بفيلم قصة حياتي؟ لم يستشرني أحد. هذا خطأي، لقد أمضيت وقتاً طويلاً بعيداً عن جمهوري الحبيب في هذا المكان المهجور، والآن لن يسمع أحد القصة من وجهة نظري. يشرفني الاهتمام بما تقول يا كابتن. حقاً؟ إذن اجلس أيها المجرم الواعي وسأقص عليك قصة. لقد بدأ الأمر مع لومباكس قليل الحظ يدعى راتشيت. أين تعتقد أنك ذاهب؟ هيه جريم، أنت هنا. أنا اعتقدت أنك تشتري ملفات الجاذبية. أنا هنا دائما. لا أعتقد أن تسللك له أي علاقة باختبارات حراس المجرة تلك. أحتاج لساعة واحدة. هيا يا جريم، نحن نتحدث عن حراس جالاستيك، وسيكون كوارك موجودا. لن تغادر المرآب قبل إصلاح سفينة السيد مايكرون. احضر مزمار العمود المرفقي. هل تعمل السفينة؟ هيا جربه الآن. حسناً، لنتحقق من عمل المصابيح العكسية. انظر لأعلى، أترى جسماً يومض؟ نعم، الجانب الأيسر جيد. معجزة، أعلى آلة الاحتراق. انظر لأسفل، هل ترى شيئاً؟ غرفة الاحتراق اليسرى تعمل. عموماً قد تكون تلك معجزة فضائية. وغرفة الاحتراق اليمنى، هل كل شيء على ما يرام؟ نعم، نحن بخير. تقول الأخبار إن الاختبارات في أرض المعارض. أرهم مهاراتك. وبذلك بدأ راتشيت المغامرة، وهو يأمل في أن يكون حارس المجرة. صباح الجد يا سكان كريكتر. راتشيت ضرب أعداءه باستخدام المفتاح الموثوق به. ليتفوق راتشيت على أعدائه، استخدم القفز وهو تقليد المحارب الذي تم احترامه عبر الأجيال. دفع راتشيت قدما بعد هزيمة أعدائه،
إلى أين سيتجه لمصيره؟ تحياتي لكم، مرحبا بكم في توقيف حارس المجرة. استعجل متسابقا آخر حفظ مجند كورا فيرا لوكس هنا. أظهر مدى سرعتك على قدمك بالقفز فوق هذه العقبات. الحارس الجيد يدرك دائما ما يحيط به. اقفز عبر المنصة المتحركة. إن شاهدتني أمامك فمن فضلك لا تتسرع. عمل جيد. قد تكون الموظف الذي نبحث عنه. تقدم إلى الجزء التالي من التدريب. مرحبا أيها المجند، أنا براكس ليكتوس وتخصصي هو القوة الصرفة. فلنرى براعتك في ضرب تلك الصناديق. مرحى، ضربة رائعة. تابع التحرك حان وقت الحصول على القوة النارية. احصل على قفاز قنبلة انصهارية من بيع أسلحة جاديترون. اختيار رائع. الخطوة التالية، فجر كل شيء. لقد مات. مجرة سولانا أصبحت مكانا خطيرا، كما تبين ذلك من الكمية الكبيرة من الذخيرة المخزونة في الصناديق. لأجلب الانتباه، قمنا بتسليح الدمى بقاذفات اللهب جاديترون. يتعامل المحامون معنا بوضع. عمل رائع أيها المجند، ربما تكون حارس المجرة التالي. انطلق للتحدي النهائي. هيا يا راتشيت، يمكنك فعلها. حان وقت التحدي النهائي. إن جوك من هجوم الأعداء الشرس فقد تصبح حارس مجرتنا المستقبلي. أو متدافما. واحد. هناك بعض الضفادع الغاضبة. مدهش. هل ننظر الآن إلى حارس المجرة القادم من سولانا؟ أمر جيد. يعلم المتخلف بأن أفضل فرصة له في النجاة في نظام التهوية الموجود في المنشأة، فإذا وصل إلى فتحة التهوية سيتمكن من الخروج من هناك حياً. أنا أعرف أنك ستجد المتخلف يا فيكتور، لم تخيب ظني أبداً. لقد علم المتخلف أنه إذا أراد النجاة فلا بد أن يلقي قنبلة على أي شيء يعترض طريقه. رصد المتخلف أحد روبوتات الوثب. علم أنه بضم الجهاز المفيد إلى ترسانته سيتمكن من التغلب على أكثر القوى الجاذبية.
ألقى المتخلف أحد روبوتات ويب، لكن أين وكيف؟ يا إلهي، توقف عن الركض، أنت مجرد قطعة من الخردة. ارجع إلى هنا وواجهني، روبوت أمام الروبوت. أوه لا، ما أنا لم يعجبني ذلك. رفض المتخلف أحد روبوتات الطاقة، يمد عددا من الآلات بالطاقة، ولكن أين عليه إلقاؤه؟ أنت جيد في خلق الإثارة أيها الرجل. شكراً يا شاب، أنا فخور بنفسي لأنني مولع برواية القصص. ترى ما هي المشكلة يا فيكتور؟ لن يهرب مني أيها القائد، أمسكته في المكان المناسب. أمراً شاقاً. هل تظن أن بإمكانك الهروب؟ ليس هذا المتوحش مجدداً. أظن أن بإمكانك الهروب؟ ليس هذا المتوحش مجدداً. ارجع إلى هنا أيها المتخلف البائس. جرب أن تسبق هذه الآن. سأمسخك إربا، ترسا تلو ترس. ما لا تدور ملايين الأفكار في رأس راتشيت. أيمكنه إصلاح روبوت الحبي الصغير؟ هل سيكون مفتاح المغامرة التي رغب فيها؟ هل ترك نموذج المحرك الأول في المرآة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة هي نعم.
حسنا هيا سنعود للمرآب. كانت الفجوات كالألعاب لراتشت، كل ما سيحتاجه هو نقاط أرجحة موثوق بها وبعض الشجاعة. من حسن حظ بطلنا المغطى بالفراء وجود السلاح المتحول المرتقي مع راتشت في القفص بسهولة. جميل، سلاح متحول. ينعم راتشت بحرية القدرة على التبديل بين الأسلحة وقت ما شاء. تصويب رائع، عمل جيد. حرب في كل مكان، لن يذهب معي. كان راتشت في حالة سيئة، مصابا ومضطربا ووحيدا، وبحثت مدينة كيزال بلاتو عن علامات لتقنية النانو. سقط العدو. البلارك، ماذا يفعلون هنا؟ لدي من المعلومات التي تؤكد خطورة القائد دريك، مؤكد أنه تعقبني إلى كوكبك ليستطيع مهاجمته. اسمعني، اقفل أبواب المرآب ثم توجه إلى الملجأ وسأكون هناك في أسرع وقت. علم يا راتشت. لقد حاصرناه الآن. لقد قضينا على الجميع. واو، هي إحدى سفن حرب البلارك؟ صواب، الطراز X6Z هو المناسب، وهو معروف باسم سفينة الموت الحربية. رائع. لا بد أن نبحث عن متخلف ما. ليس الأمر بهذا السوء. أولا، يقف البلارجو في ساحة انتظار الليجرام. هل أنت بخير؟ أنا بخير، لن أفتح حتى يكون المكان خاليا. أصمد الآن يا جريم، الوضع تحت السيطرة. في سبيل القائد أراك على الفيديو المجسم، مزيد من الأعداء قادمون. تم رصد سفينة قادمة. روبوتات. أنا الآن في المأوى. راتشت، المكان غير مرتب، أسلحة مفككة وقطع غيار بكل مكان. ألم تخبرني أنك رتبتها الأسبوع الماضي؟ أعتذر عن تأخير، لقد انشغل. دليل المبتدئين لفهم محركات الاحتراق. ضعه في أي مكان، عليه علامة. ما هذا؟ امرح مع الثقوب السوداء والأحداث الكارثية الأخرى. إن هذا للأغراض التعليمية فقط، صدقني. من اللطيف مقابلة زملاء الدراسة. حسنا جريم، المكان خال، افتح الباب.
راتشيت، بحق زوني، ما الذي انفجر للتو؟ آسف يا جريم، استمع، جهز أدواتي. عثرت على شيء في الصحراء فلألقي نظرة. مثير، أي نوع من المصانع هذا؟ ما هذا؟